إذن شكرا أمل مرة ثانية، وإن شاء الله بعد بنرجع لك مرة ثانية، وما أدري وين بتكونين في مكان من الأماكن الجميلة داخل هذا المهرجان. وما زلنا نحن المشاهدين الكرام داخل استوديو صباح الشارقة في هذا المهرجان الثقافي، نستقطب أبرز الضيوف والمقيمين على هذا المهرجان، ونتعرف أكثر على الجوائز اللي موجودة مشاهدينا في هذا المهرجان. يسعدنا نحن نستضيف الأستاذ إيمان أحمد العبيدلي، تنفيذي رئيس جوائز ثقافية في هذا المهرجان. صباح الخير أستاذ إيمان. صباح النور، أهلا. الله يسلمك إن شاء الله يا رب. في البداية نشكركم على جهودكم، وأنتم القائمين على هذه الجوائز، وتثرون طبعا هذه الجوائز تحفيز كبير للمشاركين في جميع الفئات. في البداية نتكلم عن هذه النسخة من هذا المهرجان بشكل مختصر، شو الجديد اللي عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تنطلق الدورة العاشرة لمهرجان الشرق القرائي للطفل من 18 إبريل لغاية 28 إبريل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ورعاية كريمة من قرينته الشيخة جواهر عضو المجلس، رئيسة المجلس الأعلى. في هذه الدورة لدينا أنشطة متنوعة ومختلفة، 2600 فعالية مختلفة في البرنامج الثقافي، في برنامج الطفل، في برنامج الطهي، ونستقبل السنة مشروع مختلف عن السنوات القادمة اسمه آلة المستقبل، يتحدث به عن الروبوت والتقنيات الحديثة المستخدمة في الروبوتات. وأيضا يضم المهرجان العديد من الأنشطة المتنوعة، منها معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل. تمام. أستاذ إيمان، نتكلم أكثر عن فئات الجوائز اللي تقام ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل. تنظم هيئة الشارقة للكتاب في هذه الدورة العاشرة من المهرجان العديد من الجوائز المختلفة، منها جائزة الشارقة لكتاب الطفل ولذوي الاحتياجات البصرية. بالأمس تكرم صاحب السمو بتكريم الفائزين بجائزة الطفل، وقد فاز بها لدينا الكاتبة ناهد الشوى في فئة الطفل، وفازت الكاتبة سونيا النمر في كتاب اليافعين، وأيضا في كتاب الطفل باللغة الأجنبية فازت بها الكاتبة الشيخة مريم صقر القاسمي. وبالنسبة لكتاب الاحتياجات البصرية فاز بها فريق عمل دار أكاديمية الشرطة بالشارقة، وتم الاحتفال بالأمس بهذا الموضوع. احنا الصوت واضح عندك شوي يعني مش واضح. طيب احنا بنتكلم عن الجواز اكثر، يعني على اي اساس تختارون هذه الجوائز؟ يعني اسس اختيار الجائزه؟ شوف، جائزه الطفل يعني غير معده في يوم واحد. نعم. اوكي، فاحنا عندنا يعني يكون تنظيمها هذه، يعني من نبدا من هذه الدوره نستقبل ترشيحات لين الدوره القادمه. نعم. جميل. فيكون في استقبال للترشيحات، يكون في فرز لهذه الترشيحات. نعم. فيكون في لجنة تحكيم لهذه الكتب، وطبعا يتم اعتمادها وإبلاغ المشاركين بها. أستاذ إيمان، أيضا هناك جوائز أخرى على هامش المهرجان، في جوائز الشعر والطبخ وأيضا جوائز متعددة، خبرينا أكثر عن هاي الجوائز. في هذه الدورة للمرة الثانية ننظم جائزة الطهي، وهي من عمر 6 إلى 16 سنة، يتم فيها على فئتين، فئة الأطفال وفئة اليافعين. في فئة الأطفال عمر المشتركين هو من 6 إلى 10 سنوات، وفئة اليافعين من 11 سنة إلى 16 سنة. في فئة الأطفال يعني ما نطلب منهم أنهم يطهون باستخدام الغاز للسلامة والأمان، يعني نعطيهم بوكس علبة. نعم. فيها مكونات مختلفة، فهم يبدعون يسوون طبق صغير ويكون فيه لجنة تحكيم، فيتم اختيار الفائزين والفائز يترشح لين الدورة النهائية. أما فئة اليافعين فإحنا نطلب منهم شوي الابتكار، استخدام الغاز، ويتم يتم إعلام عن الفائزين في آخر يوم في المهرجان. نعم. إن شاء الله. بالنسبة عفواً جمال، لمسابقة الشعر؟ مسابقة الشعر هي إحنا هذه الدورة الأولى لها، أول مرة يتم إعدادها في هذا المهرجان. الفكرة من مسابقة الشعر أن إحنا يعني نستقبل طلبة من المدارس، طبعاً لجميع طلبة المدارس في الإمارات، أنهم يحفظون القصائد القديمة الجزلية القديمة، أنهم يحفظونها ويلقونها. فإحنا عندنا لجنة تحكيم تتكون من 3 محكمين، الأستاذة بشرى عبد الله، والدكتور جميل أكرم، جميل أكرم، والشاعر محمد البريكي. فبتبدأ تاريخ 23/4 إن شاء الله في يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس.
فهي متخصصة في ثلاث فئات. الفئة الأولى طلبة الصفوف الأولى اللي من الصف الأول وحتى الرابع، الفئة الثانية بتكون من الخامس وحتى الثامن، الفئة الثالثة بتكون من العاشر التاسع وحتى الثاني عشر. فالفئة الأولى بس يطلب منهم حفظ قصيدة واحدة وإلقائها بشكل صحيح، ويتم تحكيمهم على طريقة الإلقاء وطريقة استخراج الحروف لهذه القصيدة. طلبة الفئة الثانية بيكون يعني يتشرط عليهم أنهم يحفظون قصيدتين ويلقونها، أما الفئة الثالثة فالله يعينهم لازم يحفظون ثلاث قصائد. نعم. هل هناك مشرفين يعني مثلا جوائز الطبخ مثلا، هل هناك مثلا متخصصين يشرفون عليهم يدربونهم مثلا كجايد يعني، أو مثلا يدلونهم مثلا طريقة التحضير الشعر مثلا، هل هناك شعراء مثلا ممكن يلجؤون لهم مثلا هذه الطلبة أن يساعدونهم في مسألة التشكيل الحفظ طريقة الإلقاء؟ بالضبط، يعني في قسم الطهي مسابقة الطهي، احنا يعني في شركة متخصصة هي اللي بتعد للمسابقة، وبيكون فيها لجنة تحكيم من اختيارهم وتكون موافقة الهيئة، فهم بيكونون مع المشاركين أول بأول ولغرض السلامة. يعني لازم نكون حذرين معهم، وفي فرصة أن احنا نرشدهم بعد، المحكمين بيرشدونهم أن هذا الطبق عندكم سووا كذا وسووا كذا، يعني خصوصا الفئة الأولى احنا لازم نساعدهم. أما بالنسبة لمسابقة الشعر فإحنا يعني كنا متواصلين مع المدارس، وكنا يعني مفهمين الأساتذة أنهم لازم يعني هم اللي يدربون الطلبة المشاركين، فنحن ترشيحنا أكثر شيء من المدارس أكثر من أولياء الأمور، وإحنا دائما نبلغ أولياء الأمور أن تواصلوا مع المدرسة يعني للإتقان القصيدة عند لجنة التحكيم، وطبعا لجنة التحكيم بيكون لها إرشاد ونص للمشتركين. جميل. أستاذة إمام، متى يتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقات؟ جائزة الشعر إن شاء الله بتبدأ من تاريخ 23 للفئة الأولى، 24 و25 للفئة الثانية، و26 للفئة الأخيرة. إن شاء الله في تاريخ في يوم السبت بيكون إعلان للمشاركين بحضور لجنة التحكيم وإدارة المهرجان. إن شاء الله. أستاذة إيمان أحمد العبيدلي، تنفيذي رئيس جوائز ثقافية، شكرا لك على وجودك معنا.